شددت السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية في العاصمة بغداد ومدينة الموصل، خاصة حول الكنائس، وذلك على خلفية سلسلة التفجيرات التي وقعت هناك مؤخرا. يأتي هذا بينما توالت ردود الفعل المنددة بالهجمات والداعية إلى وحدة المسلمين والمسيحيين، فيما أكد برلمانيون وجود خروقات أمنية تستهدف بث بذور الفتنة الطائفية في العراق على خلفية التوافق السياسي. نفق مظلم دخلته الصراعات في البلاد كما يبدو بعد تفجر موجة عنف موجهة تحديدا ضد المسيحيين، تأكيدا لتحذيرات سابقة من تحول الفتنة الطائفية التي أخمدت بصعوبة بعد أن حصدت أرواح الآلاف من الأبرياء لفتنة عرقية وهنا يصعب تحديدا احتوائها. أنا أعتقد هي عبارة عن يعني حركات مفلسة تتطلع إلى إيقاد الفتنة الطائفية مرة ثانية من جديد، وفي تقديري من خلال رصدي لما يجري في العراق ولحمته الاجتماعية لن يفلحوا في إيقاد الفتنة الطائفية مرة أخرى. تعطل الحوار السياسي المترافق وتعثر ردم الخلافات في ملفات رئيسية وحساسة يلقي بظلال قاتمة على المسار الأمني ويفرز تصعيدا في أعمال العنف. الكتل السياسية التي اجتمعت للاتفاق بشأن انتخابات مدينة كركوك خرجت خالية الوفاض، وملف كركوك بحد ذاته قنبلة يحذر من انفجارها بأي وقت لشدة الانقسامات بين الأكراد المطالبين بضمها لإقليم كردستان والعرب والتركمان. لا زالت معركة إفشال التجربة العراقية قائمة على كافة الأصعدة لخلق فتن مختلفة، منها قد تكون طائفية، منها قومية، ومنها دينية كما شاهدنا بعملية تفجير كنيستين في بغداد. راد معدها أن يقولون للعالم أن يا عراقيون أنكم ليس لكم مكان عيشا في العراق، واستهداف هذا استهداف خبيث، استهداف منها زعل فتنة، ولكن وعي الشريحة الدينية من المسيحيين ووعي القومي للتركمان ووعي الطائفة الشيعية وكل أبناء الشعب العراقي هي الكفيلة بسحب البساط من تحت هؤلاء الناس. وكما في يوم الأحد حيث فجرت 5 كنائس في بغداد، استهدفت كنيسة سادسة في مدينة الموصل شمالا للاثنين في حوادث لا تعكس انهيارا أمنيا بقدر تجسيدها للتحديات السياسية والأمنية. استراتيجية الضربات الخاطفة يتوقع أن تتصاعد خلال المرحلة المقبلة في زيادة ضغط على الجانبين الأمني والسياسي. إيثار إبراهيم، للنيل، قناة مصر الإخبارية، بغداد.